سلسلة جبارة عم بحكي لك فيها شو بصير في مقابلات عمل حقيقية وكيف حصلت مقابلة العمل وشو الأسئلة اللي سألوني إياها وشو العجقة اللي عملتها وشو جاوبت كله حقيقي 100%. جاسر مصطفى وخلينا نبلش. هذه قصة من القصص المميزة التي أعشقها عن إحدى الفرص اللي صحت لي ولسه بستنى إنه يردوا لي خبر عليها. واحدة من الجهات الحكومية الجبارة في دولة قطر واللي عندها مشاريع هائلة واللي أنا من زمان نفسي إني أنا أشتغل معهم وإن شاء الله أنا تزبط معي وستل بستنى في إنهم يردوا لي خبر. في وقت من الأوقات وفي مرة من المرات رنوا علي وطلبوني لمقابلة عمل. بعرف انك راح تسألني كيف طلبوك كيف قدمت لهم بلا فخر. والله هم اللي رنوا علي وقالوا لي بدنا اياك لمقابلة عمل، وهم اصلا شايفين الاشي اللي انا هحكي لك اياه هسه اللي هو ماي لينك ان بروفايل، ولساتك تحكي لي اللينك ان مكان معايدات انت حر. المهم انه انا لا سألتهم لا مين اللي لقاها ولا مين اللي شاف هذا البروفايل ولا شو قرأته عني ولا شيء. بدكم ياني لمقابلة هيني جاي. من الاخر حددوا لي موعد المقابلة وفعليا رحت على المقابلة في الوقت المطلوب ودخلت. كبست الاسانسير، طبعا تدخل اول شيء على اللوبي بتلون لك الايدي تبعك، بعطوك فيزيتر كارد وبتروح تمسح الفيزيتر كارد على السكانر، بتفتح لك البوابة، بتدخل تكبس على الاسانسير تدخل اكيد بسكر تكبس على الطابق. دخلت على الريسبشن قلت لهم عندي مقابلة عمل، تفضل استرح ايها المهندس الرائع، شو تحب تشرب؟ ايه بحب اشرب اي شيء، شو عندكم؟ عندنا قهوة، جيبوا لي قهوة. عندكم مي؟ جيبوا لي مي. جيبوا لي قهوة وماي. قعدت انتظر لغاية انه هم يركبوا الميتنج روم، مش ركبوها يعني انه تدخل اللجنة على الميتنج روم. طلع في لجنة تقابلني، انا فكرت واحد اثنين، طلعوا اربعة كأنه. فالمهم دخلوا على الميتنج روم وانا قاعد وبه احد الشخصيات الرائعة اللي اشتغلت معه بال 2017 ولغاية المشاريع اللي جاي اقابل عليها اليوم يمر من قدامي. فبقوم بسلم عليه مباوسة، كيفك شو اخبارك امورك تمام هلا. فانا قال قلت استبق الاحداث، الناس اسمه قلت له معلم انا زي ما انت ناسي اسمك اسمي انا ناسي اسمك. لا مش ناسي اسمك، نتذكرك انت جاسر مصطفى واشتغلنا مع بعض على المشروع الفلاني في 2017 وانت ناسي اسمي، والله ما انا حكي لك شو اسمي استهدي بالله. قلت شال ورطة هاي، طلع بيشتغل هون اذا بنزعله ممكن يقول لنا اطلع برا مش تشتغل. لا راضي له شوي، قال لي اسمي فلان فلان. قلت له والله على راسي والله اني متذكرك يا زلمه ومننا كذا وكذا 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 مع بعض. قال لي شو جاي تسوي هون؟ قلت له جاي اقابل. قال لي والله مع مين؟ قلت له والله ماني عارف. والله تحكيش كذا. قلت له والله ماني عارف مع مين جاي اقابل. قال لي استنى. قلت له هيهم في البيت الروم هاي اللي هون. قال لي دقيقه دخل هيك الله انا قاعد هنا طلع عليهم هيك انهم شو هذا ايش شكله هيك. انا اللي فهمت انه شو راح تقابلوا هذا الشاب، فقالوا له شكلهم قال لهم هذا الشاب مرتب انا بعرفه اموره 100% روحوا طالع. الله عراسي رجع لي قال لي خلص امورك طيب توكل على الله. اوكي طيب. بعد شوي نادوني قالوا لي تعال. حملت اللابتوب تبعي اللي هو السيرفس برو اللي بعدها مش كبير، وحملت ايش كاس القهوه والمي يعني الف اشي حامل اذا فيش طاوله كان في الريسبشن، والله الريسبشن صغير. فحملت حالي ودخلت على الانترفيو قلت لهم انا صراحه جبت قهوتي تبعي فمزحت دخلت في مزحه فضحكوا الحمد لله الامور تمام. قلت لهم حطيت قهوتي حطيت المي وكنت إذا تسمحوا لي أقعد قالوا يتفضل. قعدت. مين قابلني؟ رئيسة القسم تبع المشاريع اللي أنا رايح عليه، قطرية الجنسية ما شاء الله عليها مرتبة وإشي مرتب وحبابة وبروفيشنال أمورها تمام، ومهندسة أردنية شكلها برضو سينيور أو مانجمنت في القسم ما بعرف، ومهندس أردني برضو نفس الشيء، وأتوقع أنها متدربة أو جونيور ما بعرف يمكن جاي تدخل تشوف معنا الانترفيو. أتوقع أنها برضو قطرية. الاثنين المهندسين اتوقع انهم اردني واردنيه يعني مش كتير مهم هذا الموضوع. المهم بلشنا. اول سؤال هو صراحه اللي يمكن استغربت انه دارج لهالدرجه في كل الانترفيوز اللي انا رحت عليهم، اول سؤال وحاول تجهز حالك دائما لهذا السؤال، احكي لنا عن حالك وخبرتك وعدد سنوات الخبره والهيستوري تبعك في دوله قطر. اوكي طبعا ان انجلش فحكيت لهم عن حالي قلت لهم اللي بدهم اياه سمعتهم اياه. السؤال الثاني واللي صراحه برضو استغربت تكراره في عده مقابلات، احكي لنا عن حالك وكيف تشوف حالك بالعمل تحت الضغط. نعم
واضح ان الكل مهتم اني اكون بقدر اشتغل تحت الضغط. فبرضو دردشت لهم عن حالي شوي. السؤال الثالث وكان صراحة من الأسئلة المهمة اللي ما تكررت في معظم المقابلات، كيف بتشوف حالك في العمل ضمن فريق؟ وكان صراحة سؤال لطيف، حبيت صراحة، الحمد لله عندي هاي الخبرة. والسؤال اللي بعده كان كيف بتشوف حالك في العمل كقائد للفريق، وبرضو حبيته لأنه الحمد لله عندي ادعي انه عندي الخبره. والسؤال اللي بعده كمان صراحه كان سؤال لطيف، هل بتشوف حالك شخصيه قياديه؟ صراحه فجاوبتهم. وهون بلشنا ندخل بالاسئله اللي ديب اكثر ودسمه اكثر. كيف ممكن انك تعمل كوردينيشن بين الفريق اللي موجود في الهيد اوفيس والفريق اللي موجود في السايت والافرقه المختلفه اللي ممكن تشتغل على مشاريعنا اذا تم طلب منك ذلك؟ صراحه انا هذا طولت في الجواب وشرحت كثير لانه very generic، لأنه ممكن يكون على حسب المشروع، حسب الفيز، وحسب شو الإشي اللي بعمله coordination. فجاوبت صراحة بإيش استسهاب، إن شاء الله ما تكون صحيح. وسؤال صراحة تكرر في عدة مقابلات عمل وكانت جهات حكومية، وهذا إيش استغربته، هل عندك مشكلة إنك تشتغل overtime وextra hours إذا طلب منك ذلك؟ بصراحة أنا مرات تكون عندي مشكلة، بس إذا تدفعوا ما عندي مشكلة. والشغل الثاني إنه إذا تطلب العمل ذلك، مش إنه والله يلا نشتغل أوفر تايم من غير ما يكون العمل يتطلب إنه نشتغل أوفر تايم. وأكيد they dig deeper إنه كيف تشوف إنه العمل ممكن يتطلب أو لا يتطلب العمل أوفر تايم، وكيف you can plan for that. فبلشنا ندردش كثير في هذا السؤال. وشوفوا لي هالسؤال اللي بعده اللي هو بالعادة إحنا نسأل عن فرع واحد منه إذا كنا من موظف شخص، لكن شو اللي سألوني إياه؟ كيف بتوصف وبتقدر مهاراتك كمهندس معماري تعمل في التصميم؟ ماخذ السؤال، تعمل في الإنشاء، ماخذ السؤال، تعمل في الإشراف، ماخذ السؤال، تعمل في الكونستراكشن، ماخذ السؤال، تعمل في إدارة الفريق، ماخذ السؤال، تعمل في إدارة العقود، ماخذ السؤال. وسألوني ألف شغلة. I think السبب كان لأنه أنا السي في تبعتي تشوز إني أنا اشتغلت في عدة أماكن، مش أماكن كجهات أو شركات، في عدة positions، في عدة مشاريع، في عدة phases من المشاريع، فحبوا يتأكدوا من هذه المواضيع كلها. فجاوبتهم. وأحلى سؤال اللي ضحك عليه الجميع وسرة واستغربت منه مديرة القسم، إنه هل بتشوف حالك شخص proactive وكيف؟ بصراحة هي لحالها مديرة القسم طلعت على المهندس اللي سألتني، قالت لها يعني عفا 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 ولا عفا مش عارف، المهم انه كيف تسألي هذا السؤال، انه يعني شخص فاتح مكتب تدريب من لما كان سنة ثانية، وكان ياخذ مشاريع هو في الجامعة، وبعدين لما تخرج عمل 1 2 3 4 5. اكيد برو اكتف. انسى هذا السؤال، كمل على اللي بعده. وسؤال صراحة حطني في خانة اليك هو، بس أنا ما استحب بطلب أنه أنت تشروني. يعني سألوني من عملك مع مؤسستنا ككونسلتنت أو ككونتراكتر في المشاريع المذكورة، إيش في مشاكل واجهتها مع العمل مع فريقنا وكيف قمت بحلها؟ أنا هيك ريحت. بصراحة هذا السؤال هو سؤال ذو حدين، يا بجاوبه بتكفكف يا بجاوبه بتوظف، يعني مش حل ثاني. بس أنا راح أخذ حسن النية وراح أجيب على هذا السؤال من غير ذكر أي أسماء. وجاوبتهم إنه شو المشاكل اللي أنا كنت أواجهها مع فرقتهم وكيف قمت بحل هذه المشاكل، وكانت إجابة صراحة صادقة، إن شاء الله ياخذوا فيها. والسؤال اللي بعده كان صراحة كثير مصرين على الموضوع، وتشيز مش غريب لأنه هذه الجهة لازم تخلص مشاريع في أوقات معينة. أنت إذا بدك تشتغل معانا فلكن عنا ضغط صراحة كثير كبير، وأنت ما عندك مشكلة في العمل تحت الضغط، لكن حابين نحكي لك إنه ما راح يكون عندنا في إجازات نهائيا من هون لنهاية السنة كأقل تقدير. هل عندك مشكلة في الموضوع؟ لا عادي قدم قدم. وسؤال صراحة استغربته، ما بعرف إذا جاوبته بطريقة صحيحة، لكن سألت لو أجالك رئيسك أو رئيس قسمك أو مديرك أو مدير قسمك أو مدير اللي أعلى منك وطلب منك إنك تشتغل على تاسك معين، فكيف تتصرف؟ بشتغل بالتاسك المعين. شو بدي أضربه يعني؟ صراحة ما بعرف إذا كانت الإجابة صحيحة أو كانوا بدهم يشوفوا إشي تاني، ما بعرف، بس هذا الجواب اللي طلع معي في هذا الوقت. وسؤال كمان، لو كان عندنا مشروع وأجي عليه تعديل معين كيف تتصرف؟ صراحة السؤال كان very generic، وأنا يعني بالإجابة صراحة قلت لها بصراحة السؤال very generic، فأنا I will be proposing situations، راح أفترض حالات وراح أجاوبك بناء على هاي الحالات. وفعليا صرت أفترض حالات إنه كنا في مرحلة التصميم وأجى التعديل من فلان وكان مطلوب 1 2 3، راح نعمل 1 2 3. ولو أجا في مرحلة الكونستراكشن وكان التعديل من فلان أو الانتيتي الفلانية، فرح نعمل 1 2 3. وصرت أفترض شوية situations وحكيت لهم مجموعة منهم، بعدين وقفنا في هذا السؤال لأنه جد open and generic question. وأحلى سؤال فارطنا عليه من الضحك، لأنه
ما بعرف اذا كان ريليفنت لماي اكسبيرينس، بس قد اند دي لو كان في عندك ضغط عمل جدا هائل 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 واجى طلب من الاداره العليا انه لازم تسلم الشغل بشكل كثير ايرجنت وكان معك فقط 4 ايام عشان تسلم المشروع، صراحه هون انا ضحكت قلت له صراحه اتس ا لكجري اوف تايم انا يوجوالي ثرو اوت ماي هول اكسبيرينس كان التسليم بعد. كنت بحكي له انه صراحه انه يعني انت معك وقت كثير اذا 4 ايام، فانا ببلش بعد 3 ايام في التسليم لانه انا تعودت انه دائما التسليم كان امبارح وكلنا ملحقين، بس اذا في 4 ايام احنا مش ملحقين فعليا. اتوقع من جواتكم بعض عرض اختك. وهذه فعليا كانت مجموعه الاسئله كلها اللي انا سالتها اللي متذكرها من المقابله واللي تمت الاجابه عنها ان شاء الله انها كانت باحترافيه وبصدق و It reflected my experience. ولكن اللي حاب أحكي لك يا أنه لا تتخيل أنه مدة المقابلة كانت جدا طويلة، مدة المقابلة كانت 30 دقيقة بالضبط، ما بعرف كيف، لكن لحقوا يسألوني كل هاي الأسئلة ولحقت أجاوبهم كل هاي الأجوبة. وأنا الآن بانتظار رد الخبر، ما بعرف إذا راح ردوا خبر ولا لا، ولا راح يختاروني ولا لا، لكن هذا اللي صار. اللي بدي إياك تستفيد منه في هذه المقابلة وهذه القصة انه فعليا اذا انطلبت لمقابله فروح اون تايم، دو نت ديج ماتش ديبر انتو مين اللي حكى معي وليش حكيت معهم من وين جبتوا الكونتاكت تبعي، اذا في ناس تعرفهم في الشركه فتواصل معهم خبرهم انك انت رايح تقابل ممكن يعملوا لك ريفيرال منيح، اذا انت شخص محترف او شخص شاطر، بس اذا انت شخص راح يحكوا لهم فكنا منه اوعى تجيب لهم سيره. شو كمان بدك تستفيد من هذه القصه؟ بدك تستفيد من هالقصه انك انت حاول انك انت تنيشيت يعني ا جود انفايرمنت لا الانترفيو لما تدخل على المقابله، وحاول انها تكون فريندلي انترفيو ببروفيشناليتي، مش انك انت تقلبها مسخره، لكن تحاول تو انيشيت ا جود فريندلي انفايرمنت تحكوا فيها كلكم، حاول تجيب عن الاسئله بطريقه كومبريهنسيف وبطريقه تكون شامله وسريعه وستريت تو ذا بوينت، بحيث انك انت تجراب ذير اتنشن ويعجبوا بقدراتك وخبراتك. حطوا لي تحت في الكومنتس اي شيء استفدتوا من هاي القصه ثانيه غير اللي انا حكيته، واحكوا لي عن تجارب انتو صارت معكم في الانترفيوز اذا كانت في الجهات الحكوميه واذا كانت في دوله قطر حطوا لي، او في الخليج العربي بحب ان انا اغش منكم. تقدر تعملوا لايك، تقدر تعملوا شير وسبسكرايب وانيبل نوتيفيكيشن بيل، واحضروا الفيديوهات السابقه واستنوا الفيديو الجاي. سلام.